لا برضو ما انا يعني هقول لك حاجه، احنا في حرب فعلا، وحرب ما زالت مستمره، وهاتيلي حد في السنتين او الثلاث سنين اللي فاتوا دول، وده اهم ما في الموضوع على فكره، يكلم ناس ثلاث دقايق يحشد 40 مليون. عايز لو في حد كده تاني يبقى هو ده جواب يعني. انت يعني هات لي حد يطلع يتكلم ثلاث دقايق، اصل كمان ما تعرفيش يعني ايه واحد يطلع يتكلم ثلاث دقايق يلم 40 مليون. ده راجل بيعمل تعبئه عامه يعني في ايه ده؟ ده واحد بيقول يلا لا 40 مليون نازل، وهو ده اللي هز العالم على فكره، وهو ده اللي لخبط كل الحسابات. يا رساله مش داخليه، ده رساله عالميه. احنا خلاص احنا جوه بنصفيها هو الموضوع، عشان كمان ادرك ان